اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ناس كتير طلبت مني علاج للتينيا الملونة اللي بتصيب الجلد وخصوصا في منطقة الرقبة وبتحطنا في مواقف محرجة. الوصفة دي هتتكون من 50 جرام من الفازلين الطبي، وهتتكون من معلقة كبيرة من الكبريت العمودي المطحون. هنجيب الكبريت العمودي المطحون وهنحطه ونقلبه مع الفازلين على حمام مية أو بدون لحد ما يتحول لكريم، وهندهن منه على الرقبة أو الأماكن المصابة بالتينيا الملونة مرة واحدة كل يوم، أو مرة الصبح ومرة بالليل، وبعد كده بنغسله بصابونة الكبريت. امشي على الوصفة دي لمدة 5 أو 6 أيام، إن شاء الله التينيا هتروح نهائيا. هقول لك نصيحة عشان ما تجيلكش التينيا أبدا وما تجيلكش التينيا تاني. بعد ما تاخد الدش بتاعك نشف كويس وما تلبسش الهدوم، وجسمك مبلول، عشان دي أكتر حاجة بتزود الرطوبة في الجسم وبتزود وبتعمل تينيا للجسم. امشوا على الوصفة دي واكتبوا لنا في التعليقات واعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير. كان معكم أبو هيبة العطار، والسلام عليكم.